شاب عندها كارير درجة الحرارة 55 خارجية، شغال على 5 أمبير بس. كارير 18. طيب خلينا نجرب بقى المايديا بقى 18 بس بالكمبرسور الاوريجينال تبع الشركه. طبعا هو ممكن الكتابه ما تظهرش معانا بس ده 18، تمام. طبعا باين فرق الامبير الكبير ما بين كمبرسور السامسونج وكمبرسور الميديا او المايديا. طبعا شغال على فريشور العادي بتاع 22 فريون 22 والفريشور او ضغط البي سي اي BSI 60، بس طبعا واضح الفرق. هناك شغال بأقل من 5 أمبير ب4.8 وهنا شغال ب9.5، يعني تقريبا الضعف، يعني ضعف فروت الكهرباء وش، لأن يعني طبعا حصل ضرب الأمبير في الفولت هيديك الواط اللي انت بتروح تحاسب عليه. فطبعا باين فرق الكمبرسرات وباين فرق التقنية ما بين المايديا والسامسونج. طيب خلينا اوريكم مكيف مايديا او ميديا 18 شغال بكمبرسور سامسونج. خلينا اوريكم هو شغال على كام امبير. حاليا هو شغال على 4.8 او 4.7 بيعلى وينزل. كمبرسور السامسونج طبعا بيوفر اكتر في الطاقة عن المكيف المايديا ابو كمبرسور المايديا بقى الاوريجينال. وطبعا شغال على فريشور او ضغط غاز 60 BSI، ف الامبير بتاعه كويس جدا. لو جينا نشوف الفولتية تبعه هلاقي شغال على 220، يعني هو بيلعب في 212 200 هو بيستهلك كهرباء اقل شوية من الكمبرسورات العادية.